السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير الديزاد. اليوم الحصة تاعنا وهي موضوع تاعنا وهو أشرف حكيمي وين يبصم على رقم قياسي مع المنتخب المغرب، يعني وين من طرف شحال لعب والأهداف وكلش غادي نتكلموا عليها والوقت اللي لعبه وشحال لعب وكلش عمل المباراة وكلش. احنا قبل نبداو ماذا بكم اعطونا بارطاجوا لنا الفيديو تاعنا من اجل اسقاط التبليغات، وخاصه ما تنساوش تفعيل الجرس وربي يحفظكم. اشرف حكيمي يبصم على رقم قياسي مع المنتخب المغرب. بعد نقولوا وين سجل اشرف حكيمي، يعني بعد ما سجل اشرف حكيمي الهدف الدولي العاشر وقاد المنتخب المغرب الى انتصار عريض بنتيجه 5-0 ضد جمهوريه افريقيا الوسطى، وين اعادوا الكره وفازوا عليهم في نفس الملعب لحساب الجوله الرابعه من الجوله الثالثه والرابعه من تصفيات كاس امم افريقيا 2025 والتي سوف تقام في المغرب باذن الله في الملعب الشرفي بمدينه وجده. أكرم المنتخب المغربي نظيره إفريقيا الوسطى بخماسية ورباعية ليحرز الفوز الرابع على التوالي في تصفيات متصدر المجموعة الثانية بعلامة كاملة برصيد 12 نقطة من 4 مباريات، وسجل يعني شاهدنا الأهداف غادي نتكلموا المباراة الأولى والثانية. ويسجل الهدف الأهداف المغرب ضد إفريقيا الوسطى في المباراة الأولى كل من عبد الصمد الزازوري في الدقيقة 18 وعز الدين أناحي في الدقيقة 38 و 47 وحكيمي في الدقيقة 45، واختتم يعني الخماسية سفيان رحيمي في الدقيقة 71. حنا المهم وين نتكلموا في المباراة الأولى، رانا نقول لكم المباراة الأولى. المباراة الثانية وين شاهدنا المباراة الثانية كذا ومثلها، يعني أهداف التي سجلت في هذا المباراة شاهدنا وين إلياس بن صغير ويسجل هدفين يعني في الدقيقة 34. هذا اللاعب اللي غادي يكون لاعب كبير بإذن الله في الدقيقة 34، ويعيد الهدف الثاني في الدقيقة في المباراة الثانية تاع النمس تاع يوم الثلاثاء 15 أكتوبر في الدقيقة 37، ويسجل الهدف الثاني يوسف النصيري في الدقيقة 50 في الشوط الثاني، وعبد الصمد الزرزولي في الدقيقة 65. وإن شاء الله سفيان الرحيمي تحصل على بطاقة صفراء، وأشرف حكيمي كذا ومثله على بطاقة صفراء، يعني وإن شاهدنا السيطرة من جانب المنتخب المغربي، يعني وين خامس فوز على الجمهورية، يعني خمس في 7 مباريات تلاقاو فيهم بيناتهم في كل مسابقات المواجهات السابقة، يعني وين 7 مواجهات خمسة فوز المنتخب المغربي، 2 تعادلات المنتخب يعني بيناتهم، وصفر فوز الجمهورية الإفريقية الوسطى. هذه هي اللي رانا نتكلموا عليها. وسعدنا وين أشرف حكيمي يعني وين رقم قياسي مع المنتخب المغربي، وين أصبح أشرف حكيمي أول مدافع يبلغ عتبة 10 أهداف دولية مع المنتخب المغرب عبر كل تاريخه ليبصم النجم يعني باريس سان جيرمان على رقم قياسي خاص به، عزز به مسيرته المذهلة مع المنتخب الأسود الأطلس ومازال صغير. وما يزال أسطورة الستينيات والسبعينيات المهاجم أحمد فارس في صدارة هدافين المنتخب المغربي التاريخيين برصيد 36 هدف، وأقرب لاعب له من الجيل الحالي هو أيوب الكعبي ولديه 25 هدف. كما ارتقى حكيمي إلى المركز الرابع على اللائحة الأكثر ظهور بقميص المنتخب المغرب بواقع 80 مباراة، بينما يظل نور الدين نيبت متصدر ب 115 مباراة، يليه أحمد فارس ب 94 مباراة، وغانم سياس ب 83 مباراة. أشرف حكيمي غادي يفوت هادو، غادي يفوتهم. أشرف حكيمي 26 عام عنده، 26 عام على بالك، 26 عام دير حسابك إلا قعد في النيفو، يعني خادم يقعد في النيفو، منا 2 متر 30 شحال تكون عندها كاع؟
تكون عندهم العام 26 ديال 2030 تكون عنده 32 عام، يعني ماشي تكون عنده خبره، يكون معش عش بالخبره، شي الغازو يكون في راسه. انا نقول لك وعنده 32 عام هذه هي. وبدا حكيمي مسيرته مع المنتخب المغرب بعمر 17 عام حينما منحه المدرب السابق الفرنسي رونار فرصه الظهور في فوز الودي ب4-0 على كندا عام 2016، وحينها كان حكيمي ما يزال لاعب في فريق شباب ريال مدريد. اسهلوا من ريال مدريد، جاوا على بالك شرفوا بلادهم الحق معهم. وين تشوف المنتخب يعني هو حكيم زياش، يعني كاين واحد اللعابه هما اللي صنعوا طريق لهذو النجوم الصغار، جاوا يعني كانوا مثل لهم. شوف واحد من الريال 16 عام يجي كيلعب معاك، حكي اخر كيسموه زياش، هادو عطاو واحد ليماج يعني كل اللاعبين العرب ايماج عطاوها ماشي سهله كاع. ايماج على بالي نهضر كان نشوفو صحاب 17 18 كاع يحوسوا يجي يلعبوا مع المنتخبات تاع بلادهم، الا من رحم ربك هذا ما كان. بصح تشوف انت واحد كيما هذا يمشي. وصنع حكيمي سمعة ذهبية مع المنتخب المغربي على مدار السنوات القليلة الماضية، حيث كان قطعة رئيسية في التشكيلة التي بلغت النصف النهائي كأس العالم قطر 2022، وحاليا هو قائد الأول للأسود الأطلس، ووصل ظهير الأيمن الطائر توهجه ليقود المنتخب المغربي لحصد ميدالية برونزية أولمبية لأول مرة في تاريخه، حينما حقق المغاربة المركز الثالث في الدور الألعاب الأولمبية بباريس 2024 بأداء منقطع النظير من حكيمي. نجم باريس سان جيرمان تمكن من الوصول إلى 81 مباراة دولية وتسجيل 10 أهداف وتقديم 11 تمريرة حاسمة في عمر 25 عام. شوف في عمر 25 عام هو بمناسبة أصغر لاعب يصل إلى تلك الأرقام في كل تاريخ المنتخب المغربي. ويستعد ونستعد أشرف حكيمي حاليا لقيادة المنتخب المغربي في البلوغ إلى النهائي كأس أمم إفريقيا 2025 والذهاب للمرة الرابعة، يعني بالنسبة لي هو المرة الثالثة 2018-2022 المرة الثالثة على التوالي بالنسبة لي هو المنتخب المغربي، يعني بالنسبة لي هو والمنتخب المغربي، يعني المغرب المرة يروحوا المرة الثالثة يعني الكأس العالم، وهو كلاعب كذلك المرة الثالثة هذه هي. إن شاء الله ربي وين نقولوا أرقام أشرف حكيمي مع المنتخب المغرب، يعني مباراة 81 أهداف 10 أهداف أسيست 11، يعني وزيد لابانيك الدقائق 6928 دقيقة، ماشي 600، 6928 دقيقة حسب الإحصائيات. سبحان الله شوف كيفاش تحية كبيرة كاين لي لاعب كاين لي كاين لي لعب بولا خويا تاع باش يجي غوريال ولا 16 عام ويلعب لك. كانت اول مباراة تاعو امام كندا ويفازو ب4-0، ويلعب لك غادي يلعب لك 4 تاع لي كوب دي موند على التوالي وحدة مور وحدة، خاطر غادي يروحو 2026 تاع بلادو غادي يكون فيها. ربي يطول الاعمار، بزاف صوالح كاين بزاف امور، يعني غير ربي يحفظهم كاع اللعابه العرب كاع المنتخبات العربيه هذه.
ما تنساوش بارطاجا، ما تنساوش جماعه.